المفروض ان احنا ان شاء الله النيفرولوجي هناخده على 3 مراحل، مرحله الجلوميرول نيفرايتس، ثم مرحله النيفروتيك سيندروم، ثم مرحله الرينال انفيرمنت او رينال فيليرز. قدمة سريعة بس عشان افهم اللخبطة اللي بتحصل في الثلاث امراض دول بسرعة. لو انت خدت عينة من الكلى طلعت بره، عايز تشوف الفانكشنال يونت في الكدني، حاجة اسمها النيفرون. النيفرون ده عبارة عن ارتري اتفرع لفريعات صغيرة اسمها جلوميرولار كابيلاريز. الفريعات الصغيرة دي قفد يعني ملفوفة في حاجة اسمها باومنز كبسول، والباومنز كبسول دي منتهية بشوية تيوبيولز. التيوبيولز دي بتنتهي في الآخر لحد ما نوصل للإيه؟ للرينال فيلفس. لحد ما نوصل للرينال فيلفس. يبقى النفرون بيتكون من إيه؟ فاسكولار بارت هنسميه الجلوميرولس أو الجلوميرولار كابيلاريز. أنا مش عارف لخبطة بقى. هات كل صورة قدام الباب يا دكتور، حتى الجو حر، اقعد بقى. النفرون يا اخوانا بيتكون من فاسكولار بارت اللي هو بنسميه الجلوميرولار كابيلاريز، ثم ابيثيليال بارت اللي هو هيتكون من الباومنز كبسول، البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، لوب اوف هنلي، ديستال كونفوليوتد تيوبيول، كولكتنج داكت. ده الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني اسمه النفرون. ماشي، احنا هناخد الامور بمنتهى البساطه. تمام، تعالوا نبص كده على تركيبه الجلوميرولس. ارتري داخل، ارتريول صغير داخل بنسميه افرنت ارتريول، بيتكسر لكابيلر الصغيره، مجموعه كبيره من الكابيلر، ها شعيرات صغيره من الكابيلر هنسميها جلوميرولار كابيلرز. الكابيلرز دي هتري كولكت اجين وتعمل حاجه اسمها افرنت ارتريول. ماشي، الافرنت ارتريول هو خارج بيعمل حاجتين. جزء من الافرنت ارتريول وهو خارج يعمل كونتاكت مع شويه خلايا من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول عشان يعمل لنا حاجه اسمها جاكستا جلوميرولار اباريتس. ثم نهايه الافرنت ارتريول بيتفرع لفرعات صغيره عشان يعمل بلاد سبلاي ويغذي بقيه النفرون كله على بعضه. الرينال تيوبيولز دي بيغذيها الديستا الافرنت ارتريول، يديها بلاد سبلاي. ماشي كده، ناخد حته مايكرو اناتومي صغيره. لو انت جيت تبص قوي بالالكترون مايكروسكوب على الحد الفاصل ما بين الدم اللي موجود في البلاد فيسلز اللي هنا وما بين ناتج الفلتره اللي هنسميه جلوميرولار فلتريت اللي هينزل في الرومانز كبسول، الحد الفاصل ما بين الاثنين بيتكون من 3 لايرز. لاير في النص اسمها جلوميرولار بيزمنت ممبرين، جلوميرولار بيزمنت ممبرين. وناحيه الباومنز كبسول سنجل لاير اوف ايبيثيليال سيلز، لما نبص عليها بالالكترون مايكروسكوب هنلاقيها خلايا كبيره بالشكل ده ولها رجلين انتر ديجيتيتنج ويز ايتش اذر، بيسموها بودو سايتس. الخلايا ذات الارجل اسمها بودو سايتس. تمام، ثم ناحيه البلاد فيسل سنجل لاير اندوثيليال سيل. يبقى الفاصل ما بين الدم اللي في البلاد فيسل وما بين الجلوميرولار فلتريت ناتج الفلتره ناتج التصفيه بتاع هذا الدم 3 تراي لامينر، فاصل من 3 لايرز، بيزمنت ممبرين ثم اندوثيليال سيلز ناحيه البلاد فيسل ثم ايبيثيليال سيل بنسميها بودو سايتس ناحيه الايه؟ الباومنز، ناحيه الباومنز كبسول. الدم وهو جاي يا اخوانا جميع محتويات الدم بتنزل باستثناء حاجتين اساسيتين، الخلايا والبلازما بروتين. ما بتنزلش الخلايا والبلازما بروتين. في بعض الماينيوت بلازما بروتينز ممكن تنزل، لكن غير مسموح للخلايا انها تنزل. ليه الخلايا والبلازما بروتينز ما بتنزلش؟ هنعرف الكلام ده ان شاء الله في الراوند اللي جاي او في الحلقه اللي جايه لما نيجي نتكلم عن النفروتيك سندروم، ان البرز اللي بتبقى موجوده في البيزمنت ممبرين بتبقى برز ضيقه صغيره، ما تسمحش للخلايا الكبيره وما تسمحش لللارج مولكيولز زي البلازما بروتينز انها تنزل. فمعظم الحاجات اللي بتتفلتر اللي انا هتكلم عنها 3 عربيات او 3 مجموعات اساسيه. المجموعه الاولانيه هي الميه، او العربيه الاولانيه من الحاجات اللي هتتفلتر هي الميه، وده المكون الاساسي للجلوميرولار فلتريت. ولك ان تتخيل انك انت يوميا على الله التو كيدنز بتوع حضرتك بينزلوا في الباومنز كبسول ما يقرب من 120 180 لتر في اليوم،
120-180 لتر ميه، كميه مهوله طبعا. العربيه الثانيه في شويه حاجات عايزين نتخلص منها بنسميها ويست برودكتس، او بنسميها عربيه المجاري. الويست برودكتس دي، الويست برودكتس دي فيها اليوريا اللي هو ناتج الميتابوليزم بتاع البروتين، البروتين يتحول لامونيا وبعدين يتحول زي ما قلنا واحنا بناخد الهيماتولوجي الى ماده نون توكسيك اسمها يوريا، ماشي. الكرياتينين ده الناتج من الميتابوليزم بتاع الماسلز بتاعت حضرتك، الماسلز فيها كرياتين، الكرياتين بيتحول لماده نون توكسيك اكسيتيزلي اكسيتريتور من خلال كبد اسمها كرياتينين. يبقى الكرياتينين ده منين؟ من الميتابوليزم بتاع العضلات. الهيدروجين ايون الناتج من جميع الميتابوليزم بتاع جميع خلايا الجسم، كل خلايا جسم حضرتك لما بتحرق الاكسجين بتطلع هيدروجين ايون، فلازم الهيدروجين ايون ده لازم نتخلص منه. ثم البوتاسيوم اللي داخل كتير في الاكل واللي برضه بيطلع من الميتابوليزم بتاع بعض المواد زي البروتينات بالذات بتطلع بوتاسيوم، البوتاسيوم الزياده غير مطلوب عشان نعمل هوميوستيزيس كويس، لازم نتخلص من كميه كبيره من الهيدروجين ايون ونتخلص من كميه كبيره من البوتاسيوم. ماشي يا جماعه. ثم العربيه الثالثه وهي عربيه الحاجات اللي احنا غالبا بنبريزيرف ايه بنحافظ عليها، اللي فيها الاملاح وفيها الجلوكوز، اهم املاح بنحافظ عليها هو الصوديوم والباي كربونات. ازاي الجزء النفرون بيتعامل مع الثلاث عربيات دول؟ هناخدها بمنتهى البساطه. معظم الميه اللي بتنزل بترجع تاني للجسم، بيحصل لها ري ابزوربشن. معظم الميه اللي بتتفلتر بنعمل لها ري ابزوربشن، بدليل ان انا لسه قايل لك انت بتجيب لحد 180 لتر في اليوم، وعلى الرغم من كده في اخر اليوم انت بتجيب كميه يورين قد ايه، لتر او لتر ونص. معنى كده ان في اكتر من، يعني اقول لك ايه، اكتر من 98% من الميه اللي بتتفلتر بتمتص تاني عشان ترجع الجسم من تاني. ماشي. طيب لما نيجي نتكلم على العربيه الثانيه اللي فيها الويست برودكتس، معظمها بيبقى اكستريتد. انت بتحتاج نسبه قليله من البوتاسيوم وبتحتاج نسبه قليله من الهيدروجين ايون علشان تبريزيرف الالكترولايت ستيتس اند اسيد بيز بالانس عندك، لكن في المجمل معظم الهيدروجين ايون بنتخلص منه، ومعظم البوتاسيوم الكتير ما احناش عايزينه بنتخلص منه لانه له مشاكل كتير لو اتركن في الجسم، وبرده اليوريا والكرياتينين معظمهم بنتخلص منهم، لكن في نسبه صغيره بتبقى موجوده في الايه؟ في الجسم بتاعنا بنعتبرها نورمال ليفلز من هذه الايه؟ من هذه الاشياء. طب الصوديوم والبايكربونات؟ معظم الصوديوم والبايكربونات بنعمل له ري ابزوربشن اجين. ده مش كده وبس. ده الري ابزوربشن بتاع البايكربونات غالبا ما بيكفيش احتياجاتك، فبتضطر انك انت تصنع بايكربونات دونوفو، يعني من اول وجديد تصنع بايكربونات جوه الرينال تيوبز، لان البايكربونات اللي انت بتعمله له ابزوربشن ايفن ما بيبقاش كفايه. طب ليه يا جماعه احنا بنحتاج بايكربونات؟ لان التندنس بتاعت جسمنا انها تتحول للاسيدوزس، لان في كونتينوس برودكشن للهيدروجين ايون، فانت محتاج حاجه تعمل بالانس قصادها. اللي هيعمل بالانس هيبقى مين يا جماعه؟ البايكربونات. انا عايز اقول لك على حاجه، الكيدني دلوقتي افتكر الكلام ده بتحافظ على البي اتش بطريقتين، الطريقه الاولانيه التخلص من الهيدروجين ايون، والطريقه الثانيه الري ابزوربشن بتاع الصوديوم باي، ها باي ايه؟ باي كربونات. ماشي. بسرعه برضه حته فانكشنال سريعه، معظم الميه بيحصل لها ري ابزوربشن من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول سكندري للري ابزوربشن بتاع الصوديوم والباي كربونات، ودي تقريبا مسؤوله عن امتصاص تقريبا حوالي 80% ل 85% من الميه والصوديوم بايكربونات في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. الارقام دي مش مهمه. في جزء كمان بيمتص من الميه في اللوب اوف هنلي، بس مش سكندري بقى للصوديوم بايكربونات، سكندري للصوديوم كلورايد في اللوب اوف هنلي. ده بيبقى مسؤول تقريبا عن امتصاص من 10 ل 15% من الايه؟ من الالكترولايت ومن الووتر كونتنت اللي نزل. ثم يتبقى لحضرتك جزء صغير من الميه هنعمل له ري ابزوربشن عند الديستال كونفوليوتد تيوبول وعند الكولكتنج داكت، وده بيتحكم فيه تو هرمونز. عشان كده الكلام الظريف بقى اللي انتوا خدتوه ايام الفسيولوجي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان امتصاص الميه في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول ويز اور وزاوت اللي بيحصل في اللوبو فينلي بنسميه اوبلوجاتوري ووتر ري ابزوربشن. هتمتصه هتمتصه، حتى لو انت عندك ده هيدريشن هتمتصه. لازم يرجع للجسم عشان نحافظ على حجم الدم ثابت. ماشي. فبنسميه اوبلوجاتوري ووتر ري ابزوربشن. لكن الجزء الصغنطط قوي اللي موجود على اللي لسه ممتصش من البروكسيمال كونفوليوتد ولا من اللوبو فينلي، اللي احنا اللي بيمتص عند الديستال كونفوليوتد وعند الكولكتنج داكت، ده بنسميه فاكولتاتيف ووتر ري ابزوربشن. يعني ايه؟ حسب اللزوم بقى. لو انت محتاج الميه دي هنمتصها لك، لو ما انتش محتاجها هنسيب ونفرط منها جزء وبالتالي ينزل لك فين؟ في اليورين. عشان كده الجزء اللي قدامنا يا جماعه ده في البروكسيمال وفي اللوبو فينلي نوت هرمونالي كنترول. ليه؟ عشان ما يلعبش في مزاج الهرمون ده لو زاد او قل انه يلعب في مستقبلك وفي مصيرك.
لكن الجزء الاخراني الفاكولتاتيف فود ابزوربشن ده هرمون للكنترول. في هرمون اسمه الدسترون موجود هنا عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول، وفي هرمون تاني موجود عند الكولكتنج داكت بيشتغل هنا اسمه انتي دايوريتيك هرمون او الفازوبريسين. الالدسترون اللي موجود هنا عند اللي موجود عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه تبادل. عمليه تبادل بيرجع للجسم صوديوم وكلورايد، ووراه الميه تروح ماشيه بالاوزموزس، يبقى رجع لك ميه اهو، خد بالك. في مقابل ايه؟ في مقابل ان هو يخلص الجسم من يا اما هيدروجين ايون يا اما بوتاسيوم على حسب ايه الزياده اللي عنده. عنده هيدروجين ايون كتير يرميه قصاد الصوديوم كلورايد، عنده بوتاسيوم كتير يرميه قصاد الصوديوم كلورايد، وبالتالي دي طريقه برضو بنرجع بيها ميه للجسم. الهرمون الاخراني اللي بيشتغل على الكولكتنج داكت مينلي هو ما بيعملش حاجه، ومجرد ان هو بيوسع البورز بس، بيوسع التشانلز او البورز فقط اللي موجوده في الكولكتنج داكت، بحيث ان الهايبرتونيك ميديا اللي موجوده حوالين الرينال تيبيول ممكن تمتص ميه مباشره بواسطه الاوزموزس باسفلي بطريقه بس. ده بيعمله الانتي دايوريتيك هرمون. عايز اقول لكم على حاجه، ان لو حصل لخبطه في الالدوسترون او لخبطه في الانتي دايوريتيك هرمون، على الرغم انه بيتحكم في نسبه قليله جدا من الووتر هوميوستاسيس في جسم حضرتك، اقل من 5%، لكن ال 5% دي يا دكتور بالنسبه لل 180 لتر اللي انت بتنتجهم في اليوم هم كتير. عشان كده لو واحد ما عندوش انتي دايوريتيك هرمون يجيله دايابيتس انسيبيدس وتلاقيه بيجيب كميه يورين مهوله، لو واحد عنده هايبو الدوسترونيزم يبقى عنده بوليوريا ويجيب كميه يورين مهوله. ماشي؟ على الرغم ان هم بيتحكموا في نسبه قليله من الميه. اعيد الموضوع ده كله على بعضه من تاني. ده النفرون قدام حضرتك داخل عليه ثلاث عربيات ميه مجاري ملح. الميه وهي نازله معظمها هيمتص تاني. معظم الميه اللي نزلت دي يا دكتور اتفلترت من خلال جرمان الكابيلز للبومنز كبسول، معظمها امتص من البروكسيمال والكمبيوتر تيوبيول والكوليكت واللوبوف هنلي، وده بنسميه اوبليجاتوري ووتر ري ابزوربشن. جزء قليل جدا اقل من 5% بنسميه فاكولتيتيف ووتر ابزوربشن عند الديستال كونفيرتد تيبول والكولكتنج داكت، وده هرمون للكنترول يا اما الدسترون يا اما انتي دايوريتيك هرمون. العربيه الثانيه فيها المجاري اليوريا ناتج ميتابوليزم اوف بروتين، كرياتينين ناتج ميتابوليزم اوف ماسل، هيدروجين ايون وبوتاسيوم. معظم الحاجات دي بنتخلص منها، ما احناش عايزين منها كميات كبيره، وبالتالي ما بنعملش ابزوربشن يمكن لكميات مانيوت قوي من بعض الحاجات زي البوتاسيوم مثلا، لكن دي بعتبرها مجاري وعايز اخلص منها. ثم العربية الثالثة فيها أملاح، ومعظم عربية الأملاح دي بنرجعها للجسم عشان نحافظ على التونست بتاعة الجسم والأزمولاليتي بتاعة الجسم، وبالتالي الطفل ما يدخلش في شوك. متخيلين الثلاث عربيات دول؟ خد بالك إن الخلايا والبروتينات ما بت إيه؟ ما بتتفلترش. ماشي كده؟ برضه عشان الناس اللي لسه جاية جديد، كنت باخد حتة مايكرو أناتومي في الفاصل ما بين الدم، الحاجز الفاصل ما بين الدم في الجلومار كابيلرز وما بين البومنز كبسول، قلنا ثلاثة لاير، جلومار بيزمنت ممبرين، ابيثيليال سيلز لما بنكبرها بالالكتروميكروسكوب بنسميها بودوسايتس، لها رجلين كده نايمه بيها البيزمنت ممبرين، ثم اندوثيليال سيلز ناحيه البلاد فيسلز. وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه، ان البلاد فيسلز الكتيره دي الفرعيات الكتيره بتاعت الجلومير كابيلز ما هياش عايمه في الهواء، ده في حواليها سيمنت سابستنس، في ماده من لها سبورت اسمها ميثانجيوم بيفرزها خلايا اسمها ميثانجيال سيلز اللي انا راسمها قدام حضراتكم دي، فبتعمل جاست سبورت للكابيلز اللي موجوده في الجلوميرولوس. ماشي كده ولا مش ماشي؟ اخر حاجه هتكلم عنها النهارده هي ان الافرنت ارتريول وخارج بيعمل وظيفتين. الوظيفه الاولانيه انه جيت ان كونتاكت مع شويه خلايا من البروكسيمال كونفيتو تيبول عشان يعمل حاجه اسمها جاكستا جلوميرولار اباريتوس، والوظيفه معينه هنقولها دلوقتي، ثم بيتفرع بعد كده لفرعات صغيره خالص. الفرعات الصغيره دي يا جماعه بتعمل تغذيه لكل الرينال تيبولز اللي جايه بعد كده. تعالوا نشوف وظيفه الجاكستا جلوميرولار اباريتوس دي ايه بالظبط. الجاكستا جرومال ابريتس اللي موجوده هنا بتعمل سنسنج للبلاد فلو اللي داخل جوه النفرون. ما تعملوش كمال في النص يا جماعه، ليه ارجعوا ورا وليه عشان خلي الباب كده على ظهر على الباب، خلي الباب في ظهرك.
ايه وظيفه الشخص الجلوميرال اوبريتر؟ بيعمل سنسنج للبلاد فلو اللي ماشيه جوه الجلوميرال كبير. بمعنى لو كميه الدم اللي ماشيه في الافرنت ارتيرول قليله، كميه الدم اللي جوه الجلوميرال كبير تبقى قليله، وبالتالي ضغط الدم هيقل، فمش هنعمل جود فلتريشن، مش هنفلتر الحاجات اللي احنا عايزين نفلترها في الجلوميرال فلتريت. يبقى كميه الدم اللي هتبقى راجعه في الافرنت ارتيرول هتبقى قليله، وضغط الدم هنا هيبقى قليل، وكميه الصوديوم اللي موجوده فيها هتبقى قليله. انا عايز اخد الامور ببساطه. المهم لما كميه الدم اللي ماشيه في الافرنت ارتيرول تقل والضغط يقل، يحصل استيميليشن للجاكستا جلوميرولار ابريتشن. خد بالك في مشكله موجوده فين؟ في الدم اللي جاي على الكلى. كده ممكن يحصل كارثه، حاول تعمل حاجه. الجاكستا جلوميرولار ابريتشن وانس استيميليتد يروح مطلع من جوه الخلايا بتاعته ماده اسمها رينين. الرينين ده يعمل ايه؟ ويك فازو كونستريكشن. ويك فازو كونستريكشن، ضعيف خالص على مستوى الجسم كله. ايه فكره الفازو كونستريكشن اللي هو عمله؟ ان هو بيحاول يخلي ضغط الدم عالي، وبالتالي اندفاع الدم يبقى سريع، فالدم يروح بسرعه الى الكدم، بس هو ويك، ضعيف الحقيقه. في نفس الوقت الرينين ده بيحول ماده بتطلع من الليفر اسمها انجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1. انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 وهو معدي على اللنج فيه انزيم اسمه انجيوتنسين كونفرتيز انزيم، يحوله الى انجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 از ا فيري بوتنت فازو كونستريكتور. هو تاني اقوى فازو كونستريكتور بعد الاندوفيلين. سمعت عن الاندوفيلين؟ الاندوفيلين ده هو سبب الهايبرتنشن في معظم البشر على مستوى الكره الارضيه. تاني اقوى فازو كونستريكتور هو ده، وده على فكره اقوى من النور ادرينالين. انجيوتنسين ده حتى اسمه انجيو يعني بلاد فيسل، تنسين يعني بيرفع الضغط. ماشي؟ يروح عامل لك سيستميك فازو كونستريكشن. هو بيعمل فازو كونستريكشن ليه يا دكتور؟ علشان يخلي اندفاع الدم للكيدني كويس، وبالتالي نحسن الامبيرد بلاد فلو اللي حصل. في نفس الوقت الانجيوتنسين 2 يروح رايح على السوبرا رينال جلاند عند الزونا جلوميريولوزا يطلع منها الالدوسترون. الالدوسترون اللي طلع يشتغل هنا يعمل سولت اند ووتر ريتنشن في محاوله لزياده حجم الدم. المحاولات كلها هي محاولات طيبه ونوايا حسنه، لكن طبعا النوايا الحسنه احيانا بتؤدي الى اشياء سيئه. الرينال لما طلع بيعمل فازو كونستريكشن هو الانجيوتنسين 2 علشان يزودوا ضغط الدم، وبالتالي الدم يندفع للكدني كويس، فنحسن المشكله اللي حصلت. لما عملنا الالدوسترون، لما زودنا انتاج الالدوسترون كنا بنعمل سولت اند ووتر ريتنشن عشان حجم الدم يزيد، وبالتالي الدم القليل اللي رايح للكدني يبدا الامور البلاد فلو للكدني يتحسن. لكن طبعا هذه الكومبنساتور ميكانيزمز يا جماعه بتؤدي في النهايه الى رينال هايبرتنشن. تؤدي في الاخر الى رينال هايبرتنشن، وده اشهر ميكانيزم للرينال هايبرتنشن اللي هو ستيميليشن للجاكستا جلوميرولار ابريتش. ماشي الحل؟ هي دي المقدمه، انا بعتبرها مقدمه طويله شويه لكن اندسبنسبل بالنسبه لفهمك للجلوميرولونفرايتس والنفروتك سندروم والاكيوت رينال فيلير. الرسمه اللي قدام حضراتكم دي اكيد كلكم رسمتوها عندكم في الصفحه البلانك الفاضيه، لان في المره اللي جايه ان شاء الله واللي بعدها هنرجع لها تاني وافكركم فيها بشويه حاجات. تعالوا ناخد الجلوميرولونفرايتس والكلام اللي جاي كله هو تطبيق على القصص اللي قدام القصه اللي قدام حضراتكم. عايز اقول لكم على حاجه بسرعه، عشان الكدني تشتغل صح انت محتاج الاتي. المعلومه الصغيره دي هقولها لكم تاني بعد كده، بس عشان الكدني تشتغل صح انت محتاج الاتي. كميه دم كويسه بفلو كويس يدخل على الكدني، صح ولا غلط؟ يبقى دم لازم بكميه كويسه تدخل على من الافرنت ارتيريول، ده رقم واحد. رقم اثنين، الفانكشنال يونت بتاعت الكدني تكون شغاله كويس، اللي هي النفرون، بمعنى الكابيلاريز بيتنت، البيزمنت ممبرين كويس، ونقدر نعمل جود فلتريشن، مفيش مشاكل موجوده في النص ما بين الدم والفلتريت. البومنز كبسوله اللي قدام حضرتك بيتنت ومفتوحه ولايند بسنجل لاير اوف ابيثيليال سيلز، مش اكتر من لاير عشان ما تتسدش. التيوبلر سيلز دي تكون شغاله كويس، والتيوبلر سيلز دي لما تبقى شغاله كويس بتعمل ري ابزوربشن، وبتاخد المواد اللي هي بتعملها ري ابزوربشن ترميها للانترستيشال تيشو. يبقى لازم الانترستيشال تيشو هو كمان بتاع الكدني يكون ايه؟ هيلثي وكويس، صح ولا ايه؟ ثم بعد كده لازم السكه بتاعت اليورين اوت فلو تكون بيتنت ومفتوحه. التيوبلر سيلز مفتوحه، الكولكتنج داكت مفتوحه لحد ما نوصل للرينال بيلفس، لحد ما نوصل لليوريتر، لحد ما نوصل للبلادر، ثم لليوريترا، ثم للشارع.
يبقى من اول الدم هو داخل الفانكشنال يونت اللي هو النفرون لحد خروج اليورين لازم السكه دي تكون هيلثي وفانكشنال عشان الكدني تشتغل بشكل كويس. اي لخبطه من اول دخول الدم لحد خروج اليورين هتؤدي الى لخبطه في وظيفه الكلى، هيعمل رينال فيلير. لو ان المشكله في الدم اللي رايح للكدني والكدني كانت سليمه وهيلثي، فانكشنال يونت سليمه وهيلثي، هنسميه بري رينال فيلير. وده كان بيحصل في حالات، ما تكتبوش بقى، ما هو ده الموضوع اللي بعد الجاي. وده كان بيحصل في حالات الشوك، في حالات الهايبوبرفيوجن للكدني، اي مشكله بتقلل حجم الدم اللي رايح للكدني بنسميه بري رينال فيلير. لو حصل مشكله في الفانكشنال يونت بتاعه الكدني من اول الجلوميرولس لحد الكولكتنج داكت، ده بنسميه انترنسك رينال فيلير. انترنسك يعني في الفانكشنال يونت بتاع الكدني. اي حاجه عملت مثلا دامج للكابيلاريز دي، اي حاجه عملت اوبليتريشن للكابيلاريز اتقفلت، اي حاجه عملت كومباكتنس او اوبليتريشن للباومنز كبسول، اي حاجه تعمل تيوبلر نيكروزس، اي حاجه تعمل انترستيشال نيفرايتس، الحاجات دي كلها تؤدي الى انترنسك رينال فيلير. صح؟ ثم بعد كده لو اي حاجه جت قفلت سكه اليورين اوت فلو من اول الكولكتنج داكت، رينال بلزس، يوريتر، بلادر، يوريترا، هتعمل حاجه اسمها بوست رينال فيلير. يبقى رينال فيلير يا دكتور اي حاجه تضرب الايه؟ الكدني من اول دخول الدم لخروج اليورين بنسميها بري رينال لو هي قبل الجلوميرولس، من الجلوميرولس الكولكتنج داكت هنسميها انترنسك رينال، من اول الكولكتنج داكت لحد نهايه اليوريترا هنسميها بوست رينال فيلير. الامور سهله جدا على فكره. ماشي. وعايز اقول لكم على معلومه ظريفه كمان، من اشهر الكلينيكال بريزنتيشن للرينال فيلير هو يتحجز في الجسم يحصل لخبطه في الثلاث عربيات دول. اللخبطه اللي بتحصل في العربيه الاولانيه عملت ريتنشن للميه في جسمك، تعمل حاجتين، اوليجوريا او انيوريا، ما عادش بتجيب بول او يورين في الوقت اللي فيه هايبر تنشن وجنرالايزد ايديما. صح؟ اتخزنت في الجسم. رقم اثنين، العربيه رقم اثنين اتخزنت في الجسم اللي احنا عاده بنتخلص منها كلها تقريبا، اتخزن في الجسم اليوريا يعمل هاي يورينيك انكفالوباسي، اتخزن في الجسم كرياتينين نستخدمه كماركر للرينال فيلير يبقى في زياده في الكرياتينين، اتخزن في الجسم هيدروجين ايون يعمل ميتابوليك اسيدوزيس حموضه في الدم، اتخزن في الجسم بوتاسيوم، معظم الرينال فيلير بيبقى معاه هايبركاليميا بالاريزميا بالمشاكل بتاعته. تعالى على العربيه رقم ثلاثه، اتخزن في الجسم العربيه رقم ثلاثه اللي فيها صوديوم بايكربونات. يا ريت، ده المشكله اعوص من كده، ده انا لسه قايل لك ان كميه البايكربونات اللي احنا بنعمل لها ري ابزوربشن لجسمك مش كفايه، ومحتاج انك انت تصنع بايكربونات بواسطه الرينال تيوبيولز. يبقى المحصله النهائيه يا جماعه ان البايكربونات هي ايه؟ بيقل، وده بيبقى ان فيفر اوف ميتابوليك اسيدوزس نتيجه الريتنشن للهيدروجين ايون. يبقى ده يا جماعه بسرعه شديده ازاي تقدر تفهم الرينال فيلير من الرسمه اللي قدام حضرتك ومن الريتنشن بتاعه الايه؟ الثلاث عربيات دول في الجسم. انا متهيألي الناس بدات تفهم. ماشي؟ ناخد الجلوميرولونيفرايتس هو تطبيق على نوع من انواع الحاجات اللي ممكن تدخل في رينال فيلير وبسرعه. ايه الجلوميرولونيفرايتس؟ التهاب في المحفظه بتاعه الكلى اللي هنا، التهاب في الجلوميرولار كابيلاريز والريليتد ستراكشر اللي هو اللي جنبها على طول، مين؟ الباومنز كابسول. شيء عجيب جدا يا جماعه، المكان الوحيد اللي في الجسم اللي لما يحصل فيه انفلاميشن يحصل فيه بروليفريشن الكدني. تدخل تعمل انفلاميشن للخلايا اللي موجوده عماله تبروليفريت وتكتر تكتر تكتر. فهنا يقول لك ايه؟ انفلاميشن اوف ذا جلوميرال كابيلاريز ويز ايه بقى؟ انفلاميشن اند بروليفريشن، شده تحتها خفض، مشكله كبيره جدا في الجلوميرولار وزن ذا جلوميرولوس. معظم الامراض اللي بتعمل جلوميرولوفايتس بتبقى من نيروزز. ليه؟ معلومه برضو للناس اللي ايه؟ الناس اوائل الدفعات زي حضراتكم كده. اي ميكروب او اي مشكله بتدخل جوه الجسم يا جماعه ممكن تكون انتي بودي بتعمل اميون كومبلكس. عندنا ثلاث انواع من الاميون كومبلكس. الكلام ده على فكره ممكن عندنا تلاقيه مفيش، معلومه اوفر. ثلاث مجموعات من الاميون كومبلكس. لارج اميون كومبلكس الليفر اللي بيخلص جسمك منه. ماينيوت اميون كومبلكس بيبقى اكستريتد في اليورين. ميديوم سايز اميون كومبلكس بيبقى ترابد في الكبد. بيتحشر في المصفى بتاعت الكبد. والاميون كومبلكس زي ما انتم عارفين بيفكس الكومبلمنت ويبدا يعمل ايه؟ مشاكل. عشان كده يقول لك في التعريف انفلاميشن اند بروفيشن اوف جلوميرال كابيلاريز او اوف ذا جلوميرولاس انيشيتد ان موست كيسز باي ايمونولوجيك ميكانيزم. بيقول لك ان الكدني في معظم الاحوال بتقع ضحيه من الوظيفه بتاعتها. تيجي تخلصك من الاميون كومبلكس ده يا عيني يتحشر فيها ما تعرفش تخلص منه. والفاريبل برزنتيشن اوف هو اتش او اتش او هيماتوريا اولوجوريا هايبرتنشن ايديما. ايديما بتتكتب في بعض الاحيان اي على طول او بتتكتب في بعض الاحيان او اي، فهي كلمه هو اشيك.
هايبرتنشن وهيماتوريا ولوجوريا واديما، ونشوف الكلام ده جه ازاي. كلاسيفيكيشن، ممكن الاميون كومبلكس تتكون بوست انفكشوال، الاشهر بوست ستريبتوكوكال هنتكلم عنها دلوقتي، بوست اذر انفكشن بكتيريال فايرال فايروس هيباتيتس بي، فاكرين الهيباتيتس بي لما قلنا اكسترا هيباتيك مانيفيستيشن منها الجلوميرولونيفرايتس، ممكن تعمل جلوميرولونيفرايتس. كرونيك بروتوزوا زي الفلسيبرا ملاريا، كرونيك انفكشن دي مشهوره جدا على فكره. لو في واحد مركب شنط مثلا هيدروكيفلوس ومركب شنط، او لو كان في واحد عنده انفكتيف اندوكاردايتس ونرجع برضه في ظهرك، هتلاقي ان الانفكتيف اندوكاردايتس من الحاجات اللي بتعمل جلوميرولو نفرايتس لو وصلت للكومبليكيشنز بتاعتها. اذر كوزز هنلاقي في حاجه اسمها ممبرينو بروليفريتيف جلوميرولو نفرايتس، لوبس نفرايتس، انتو جلوميرو بيزمنت ممبرين، اسماء كتيره مش على حضرتك. هينوخ شولاين بيربورا دي خدناها، فوكال سيجمنتال جلوميرولو نفرايتس. اوكي، لما تيجي تبص للاسباب كده بتاعت الجلوميرولو نفرايتس هقول لك على معلومه برضه ظريفه، بس ده برضه يعني الكلام ده اوفر عليك شويه. الجلوميرولو نفرايتس يا جماعه حاجه من اثنين، يا اما الكدني بتتضرب بالتهاب كجزء من سيستميك ديزيز، او الكدني بتتضرب بالتهاب لوحدها ايزوليت ومفيش اكسترا رينال مانيفيستاشن. قاعده، لو لقيت مرض انت عارف ان هو سيستميك يبقى اكيد الكدني انفولفد كجزء من ايه، من سيستميك ديزيز. مثلا تعالى في اللي على ايدك اليمين هنا كده، اللي هو الانتي جلومير بيزمنت ممبرين، فاكرين اللي هو الجود باستير او الجود باشر سندروم، بيضرب الكدني مع اللنج، افتكروه من الباثولوجي. السيستميك لوبس سيستميك ديزيز بيضرب كذا حاجه في نفس الوقت. الهينوخش اون لاين في اربع علامات ميجرز خدناها قبل كده، رينال وابدومينال وسكين راش وارثرايتس لو تفتكروا، فدي سيستميك ديزيز. لكن لما تيجي تسمع كلمه ممبرينو بروليفريتيف فوكال سيجمنتال مش عارف الاسماء دي يا جماعه، ده اسماء هيستولوجي، ده غالبا الكدني بتبقى انفولفد لوحدها، برايمري رينال ديزيز. ماشي، لما تسمع ممبرينو بروليفريتيف ده مش سيستميك ديزيز، ده الكدني بس بتبقى انفولفد. ممبرينوس، ممبرينو بروليفريتيف، فوكال سيجمنتال جلوميرولو سكلوروزيس، دي كلها مسميات باثولوجيه بتبقى موجوده في الكدني، وده غالبا بيبقى ايزوليتد رينال ديزيز. مش مهم الكلام ده كله، الكلاسيفيكيشن ده ما يفرقش معايا في اي حاجه، عايز تعديه عديه بدايه مذاكرتك من هنا. نبص ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس هي دي بدايه المذاكره. ده طفل يا جماعه جاله اكيوت جلوميرولونيفرايتس سكندري لثروت انفكشن او سكين انفكشن بجروب اي بيتا هيموليك ستريبتوكوكاي. يا ترى هي نفسها الاسترينز اللي كانت بتعمل اكيوت روماتيك فيفر؟ لا، الاسترينز من البيتا هيموليك ستريبتوكوكاي اللي بتعمل روماتيك فيفر غير خالص الاسترينز اللي بتعمل جلوميرولونيفرايتس. طبعا انتوا عارفين الاسترينز كتير. اكوردنج بقى للسيروتايبنج بتاع الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، في سب سترينز بتعمل جلوميرولونيفرايتس بعد ثروت انفكشن، زي سترين واحد السيروتايب 1 3 4 12 18 والليسته مفتوحه. السترينز اللي بتعمل بعد السكين انفكشن ارقامها هتلاقيها دايما ارقام مزدوجه باستثناء رقم 2، يعني حتى كلمه 2 دي تفكرك ان الارقام اللي جايه بعد كده هي ارقام مزدوجه، 55 49 57، الارقام بتاعت السكين دايما بتبقى ارقام مزدوجه. زي ما انتم عارفين ان الفارنجايتس بتيجي في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء، فعشان كده دي بتاعي اكتر في فصول الشتاء، لكن بتيجي في فصول الشتاء في الوينتر، لكن اللي بعد السكين انفكشن بتيجي اكتر في الصيف. ليه؟ الولد لابس شورت، راح ينزل حمام السباحه، راح مش عارف يلعب كوره في الشارع، فراح رجليه راحت مجلوفه، راح حصل ايه؟ ها؟ انفكشن في رجليه، فده اكتر فين؟ في الصيف، حيث اللعب والجلد بتاعه متعرض لرماد وبالتالي متعرض للانفكشن. السكس انسيدنت الاثنين لواحد في الفارنجايتس، الميل اكتر من الفيميل، واحد لواحد ده ملهاش اي علاقه بينا. الكومن ايدج السكول ايدج في الثروت هو تقريبا نفس الايدج تقريبا بتاع مين؟ شبه الايدج بتاع روماتيك فيفر سكول ايدج وانت طالع، في حين ان هو في البري سكول ايدج في السكن انفكشن. في حاجه اسمها ليتنسي او ليتنت ديفلوب بتحصل من اول ما الانفكشن ما يحصل لحد ما يبدا المشكله تحصل في الكدني، دي بتبقى فاريبل من اسبوع لثلاث اسابيع، اطول في السكين واقل في الثروت انفكشن. السيرولوجي اللي احنا هنتفق عليه ان شاء الله بعد كده، الاي اس او تيتر والانتي ديوكس رايبو نيوكليس بي تيتر، الانتي ستريبتوميسين او تيتر مي بي نيجاتيف افتر سكين انفكشن. الجدول ده يعني ايه؟ انا بعتبر ان هو انسيدنت. افهم بقى من الجزئيه اللي جايه دي، بص عند حضرتك كده، حصل ستريبتوكوكال انفكشن النهارده بعد ليتنت بيريود، يعني قد ايه ليتنت بيريود؟ اسبوع لاسبوعين بعد الثروت، او من اسبوعين لثلاث اسابيع بعد السكيل بدا يطلع بوز. الانتي بوديز دي مع الانتيجين اللي موجود، بقايا الانتيجين من الستريبتوكوكال انفكشن اللي موجود، عمل اميون كومبلكس. الاميون كومبلكس ده يا دكتور هو لارج يتخلص منه الجسم عن طريق الكبد، ولا فيري ماينيوت يتخلص منه الجسم عن طريق الكدني وينزل في اليورين، ولا انترميديت ميديم سايز؟ لا هو ميديم سايز، يعني الفيت بتاعه ايه؟ هيتحشر هنا كده، يجي يتصفى يروح محشور هنا كده.
طب هيتحشر منين يا دكتور؟ هيعدي من الاندوثيريال سيلز ويعدي من البيزمنت ميمبرين ويروح محشور هنا تحت رجلين مين؟ تحت رجلين الابيثيليال سيلز. ولما يتحشر ويقف يفكسد الكومبلمنت ويتكون بقى يا دكتور انتيجين انتي بودي كومبلمنت اميون كومبلكس، وبالذات سي 3 من الكومبلمنت هو اللي بيدخل في اللعبه القذره دي ويبدا يقعد ينشيت اكيوت انفلاميشن. نواتج الانفلاميشن ايه يا دكتور؟ انت لسه قايل لنا انفلاميشن اند بورلي فريشن. الانفلاميشن اول حاجه ممكن يدمر بعض الخلايا اللي موجوده هنا، ولو الخلايا اتدمرت الحاجات اللي ما كانتش بتنزل تقدر تنزل. زي ايه؟ شويه بروتين صغيرين ممكن ينزلوا في اليورين، مش كميه كبيره، شويه صغيره، والخلايا اللي ما كانتش بتنزل تقدر تنزل. طب اشهر خلايا دي ايه؟ الار بي سيز. هتعمل هيماتوريا عشان الدامج اللي حصل من الانفلاميشن. على الناحيه الثانيه انت قلت لنا ان يحصل بورلي فريشن. بورلي فريشن لايه؟ الابيثيليال سيلز اوكي، الاندوثيليال سيلز اوكي، بس خد بالك لو حصل اندوثيليال سيلز هاي بروفيشن اليومن بتاع الكبير هيحصل له ايه؟ هيضياء. مش كده وبس، ده الميثانجيال سيلز اللي من بره هي كمان ممكن يحصل لها بروفيشن وتروح فعصة من الكابيلاريز من بره، يبقى يحصل جلوميرولار ناروينج او اوبستراكشن. لما يحصل جلوميرولار ناروينج او اوبستراكشن في الحته دي كده، هل هتقدر تتخلص من الشغلانه بتاعتك دي بشكل كويس وبشكل جيد؟ لا، الميه هتتحجز في الجسم تعمل حاجتين، اولوجوريا وايه؟ هايبر فوليميا، تعمل اديما وهايبر تنشن. ماشي؟ خزنت حضرتك بقى الويست برودكت، خزنت اليوريا، خزنت الكرياتينين، خزنت الهيدروجين ايون، خزنت البوتاسيوم، الحاجات دي كلها لايبل انها تتخزن في الجسم، بمعنى ان الاكيوت جلوميرولونفرايتس انا بعتبرها سبستريت الاكيوت رينال فيلير، انها ممكن بسهوله جدا تدخل في اكيوت رينال. يبقى الكاسكيد عند حضرتك واضح اهو. حصل انفلاميشن في الجلوميرولار كابيلز، شويه خلايا اتكسرت، نزل شويه بروتين مع ار بي سي، وادي اول علامه كاردينال فيتشر اللي هي الهيماتوريا. تعال ناخد بقيه الثلاث علامات التانيين. بروفريشن للاندوثيريال سيلز على شويه ايبيثيريال سيلز على شويه ميثانجيال سيلز، حصل ناروينج، حصل جلوميرولار اوبستراكشن، يبدا يقل الجلوميرولار فلتريشن ريت. لما يقل الجلوميرولار فلتريشن ريت، الجلوميرولار فلتريشن ريت هيؤدي الى الدراعين، دراع الووتر ريتنشن اللي هو بيعمل اديما في الجسم، ودراع التاني اللي هو بيقلل كميه اليورين فورميشن. طالما كميه الميه مش قادره تنزل بشكل كفايه هتتخزنت في الجسم، اتخزنت في الجسم، وفي نفس الوقت الميه اللي متخزنه في الجسم بتعمل هايبر تنشن. كميه الدم اللي خارجه يا جماعه في الافرنت ارتيرول بقت قليله، يحصل ماسيف ستيميوليشن للجاكستا جلوميرال اوريتس، يؤدي الى سيستميك فازو كونستريكشن، وده بيشارك في حدوث الهايبر تنشن. يبقى انت دلوقتي وصلت للاربع حاجات، الهيماتوريا والاولوجوريا والهايبر تنشن والاديما. ماشي، خد بقى الكلينيكال بيكتشر، ده كله كلام فاضي. الميديان ايه؟ المين ايج 7 سنين تقريبا. في هيستوري اوف انفكشن او في هيستوري اوف سكين انفكشن ان موست كيسز. الكلينيكال كاردينال فيتشر الهيماتوريا، ده الفيرست بريزنتنج فيتشر هي الهيماتوريا. الهيماتوريا ممكن تاخد كذا شكل، الاشهر انها كميه الار بي سي تبقى انترميديت، تتحلل الار بي سي تدي لون البول سموكي كلر، لون البول يقول لك اسم سويد كده عشان الاسيد هيماتين اللي اتكون فيدي له اللون المسود. لكن ممكن الار بي سي تبقى كميتها ماسف تنزل جروس هيماتوريا، تشوف اللون الاحمر بعينيك. رير جدا انك تلاقي الار بي سيز دي باللاب وما تشوفهاش بعينيك مايكروسكوبك، ده رير، ورير طبعا هتبقى مزد، ممكن تكتشف المرض ده بالصدفه. اللون البول لما يبقى سموكي كلر بيسموه كولا كلر او تي كلر، لون الشاي التقيل كده، او لون الايه؟ الكوكا كولا، بيبقى لون البول مسود عشان الفراجمنتيشن بتاع الار بي سيز والاسيد هيماتين اللي متكون. الايديما سكند بريزنتنج فيتشر، عاده بتبقى مايلد ايديما، تبقى بري اوربيتال او بري تيبيال، غالبا بتبقى نوتد ان ذا مورنينج، صبح والطفل قايم من النوم. سببها مش نقص البلازما بروتين، سببها هو الهايبر فوليميا، الووتر ريتنشن، هو ده اللي عامل ايه؟ الفوليوم اوفر لود او الووتر ريتنشن، هايبر فوليميا هي دي اللي عامله الايديما، مش نتيجه نقص في البلازما بروتين. رقم ثلاثة الاولوجوريا، طبعا واحد البول متخزن في الماء متخزنه في جسمه، يبقى كميه اليورين اللي بيجيبها قليله. الاولوجوريا ده تعريفها لو اقل من 1 مللي بركيش بير اور، او اقل من 400 مللي بالسكوير متر سيرفيس اريا بير دي. في بعض الحالات ممكن تبقى الاولوجوريا عنيفه جدا، تدخل في حاجه اسمها انيوريا ما بيجيبش بول خالص، او ريرلي انك انت ممكن تلاقي نورمال يورين فلو، ده رير مش كومن. الهايبرتنشن هو ترانزيت لكن للاسف اي نعم ممكن يبقى مايلد بات ماي بي سيفير، وممكن يجي لك بكومبليكيشن، ممكن يجي بالكومبليكيشنز المشهوره الامرجنسيز بتاعه الهايبرتنسيف انكفالوباثي اكيوت هارت فيلير اند اكيوت بالمونري ايديما اند سو اون.
ماشي. ده بيبقى نتيجه الجنرالايز فازوسبازم اللي حصل نتيجه الماسيف ستيميليشن للجاكستراجومير ونتيجه الهايبر بوليميا والووتر ريتنشن اللي في الجسم. نون سبيسيفيك مانيفيستيشن اي كلام هيدك على ابدومينال بين على مش عارف على بالور كلام فاضي. ثم في الاخر خالص بعض الحالات ممكن تبقى ايه سيمتوماتيك وديسكفر اكسيدنتالي وانا ما انساش حاله جت لي بالشكل ده. الام جايه لي بطفل كانت ممرضه بتقول يا دكتور الولد ابني بيقوم من النوم عينيه منفخه. طبعا الولد جاي لي بعد 3 4 ساعات من النوم ابص في عينيه ما فيش حاجه ابص على رجليه ما فيش ايدين. يا ست طب اقيس الضغط ما فيش هايبر تنشن. بس انا بص بقى الكلام ده كلام فاضي بس انا برضه عشان انا يعني راجل بحتط لنفسي روح اعمل لي تحليل بول. قلت ايه؟ قلت ما جاي تطلع بالميوفايتس ولسه في البدايه وتلاقي في مايكروسكوبك هيماتوريا. فعملت تحليل يورين يا جماعه لقيت في مايكروسكوبك هيماتوريا اكتر مش عارف من 30 او من 40 ار بي سي بالهاي باور فيلم. الموضوع لقيت في دماغي قلت له طب بقول لك احنا هنقعده معانا يومين. بعد يومين بدا الضغط الطفل يعلى وبدات الهيماتوريا تبقى فرانك. فرانك يعني جوس. يعني واضح ان الولد كان واخد شكل ايه؟ متغير عن الشكل المعتاد ان الفيرست بريزنتنج هيماتوريا ثم الجنينه ثم مش عارف ايه. لا انت ممكن تاخد شكل بس اهم حاجه تلاقي الكوكتيل ده على بعضه. الهوهو ده تلاقيه على بعضه ما تنساهوش. ها كومبليكيشن ان وان ثيرد اوف كيسز ان وان ثيرد اوف كيسز هتلاقي الولد جاي لك بكومبليكيشن. وبرده قابلتني حاله. ما هو كتر الحالات الزيك دي يا جماعه اللي خلت الواحد يقرا ممكن هو ده اللي خلاني افكر في بدايه حياتي ان انا ادخل نفرولوجي. ان كانت الحالات دي ما كانش عندنا وحده وكانت حالات كتير مسد وكانت حالات كتير بتتلخبط. فبدانا نفكر سيكتور صغير ليه ما نتخصصش فيه ونشتغل فيه. في مره من المرات جالي طفل كنت انا في فتره اجازه وبعدين راجع فما اعرفش اجازه امتحانات او حاجه زي كده وراجع. ففي دكتوره زميلتي بتقول لي ايه كانت فيزيتور بتقول لو سمحت وريني شويه حالات كلينيكال كده. فقلت لها بص احنا ندخل على حاله لا انا ولا انت نعرفها ونحاول معاها. فدخلت على طفل لقيت مكتوب على التذكره بتاعته اكيوت نمونيا. مكتوب عليه ايه؟ نمونيا مش اكيوت نمونيا. نمونيا النمونيا هي اكيوت رايت سايدد نمونيا. فالمهم بعمل اكزامينشن للطفل كده بقول لها تعالي بقى هنحط السماعه كده نسمع بقى البرونكيال بريسنج. ما لقيتش في برونكيال بريسنج ولا حاجه. يا ابني انت كنت جايب ايه؟ كان جايب سيفيراتوري ديستريس. ماشي مفيش حاجه على الشيست بتاعه خالص. وبعدين وانا بكشف الطفل بعمل جنرال اكزامينشن فببص على رجلي لقيت رجليه مورمه في اديما. فبسال الام ابنك بيقوم من النوم بقى شكله عامل ازاي؟ قالت لي يا دكتور بيقوم من النوم يعني منفخه. لا طب لو سمحتي بقى خدي الحمام دلوقتي وخدي العلبه البيضه دي خليه يجيب لي شويه يورين. رجع باليورين لقيته دارك كلر يورين. حد فهم حاجه؟ الحاله كانت ميس دايجنوز على انها على انها نمونيا والواد كان جايب ريسبيرتوري ديستريس نتيجه الهارت فيلير. يبقى كان البرزنتيشن بتاعه اكيوت هارت فيلير. سببه ايه؟ سببه الهايبر تنسيف هارت فيلير. سببه الهايبر بوليميا اللي كانت موجوده دخلت الطفل في هارت فيلير. الهارت فيلير في ايه؟ في ريسبيرتوري ديستريس في التاكيبنيا في التاكيكارديا في الانلارج تندر ليفر. والدكتوره شخصته خطأ زميلتي شخصته خطأ على ان هو ايه؟ التاكيبنيا دي والديستريس ده على ان هو نمونيا. ماشي؟ ما حطتش في دماغها انها تقيس الضغط او انها تدور على الايه؟ الحاجات الثانيه اللي ممكن تكون عامله ريسبيرتوري ديستريس. عملناه اكس راي ما كان في علامات بالمونر اديمه. فكان في واضح ان في سكتر موتلنج لانج على الشمال ويمين من البالمونر اديمه من الماركت كونجيشن. فهي اتشخص غلط على كده واخد بالك؟ دي من الحاجات اللي انا ما انساهاش. وبعدين اكتشفناها بالصدفه. يعني انت عارف لو انت ما كنتش خدت بالك كان ممكن الولد ده هايبر تنشن ده ممكن يدخل في ايبيسودز اكتر من كده بكتير. ممكن كانت تضيعه انتفالوجيست بقى ويضيع. فده باي لك اكتشفناها باي لك. وحتى هي قاعده هناخدها في الكلينيكال. اي واحد يجي لك بهارت فيلير او اي واحد يجي لك بشيء اكيوت شيست كونديشن يو ماست ميجر بلاد بريشر. يعني ممكن يكون الشيست كومبلينت اللي عنده او ممكن يكون هارت فيلير سببه هايبر تنشن اكيوت هايبر تنشن. هايبر تنسيف انكفالوباثي لو نجلكتد يبدا يحصل اكسوديشن وبليدنج انترا كرينيال ماينوت بليدنج. الولد يبدا عنده انكريز انترا كرينيال تنشن بروجكتايل فوميتنج ديستيرب الكونشس ليفل ديليريوم فيتس اند كوما. اكيوت رينال فيلير ما انا لسه قايل لكم ان الاكيوت جلوميرولار فيلير هي سب ستريت للاكيوت رينال فيلير. يعني لو حصل كومبليت اوبستراكشن او نير كومبليت اوبستراكشن في جلوميرولار كبير يبقى الكدني مش شغاله. ولو حصل الكلام ده على اكتر من جلوميرولار يبقى الكدني كده عطلت خالص. فالطفل ممكن يدخل في اكيوت رينال فيلير. طب اللاند مارك بتاعه ايه؟ اللاند مارك بيقول لحضرتك ان في المايوت في المايند انفلاميشن اللي بيحصل في الجلوميرولار نيفايتس البروفيشن بيأفكت اونلي الاندوثيليال سيلز وشويه ايبيثيليال سيلز من الفيزرال لاير بتاعت البومنز كبسول. لكن لو كان الانفلاميشن سو اكستنسيف
هتلاقي ان الميثانجيال سيلز بدات تبروفيت، وكمان البرايتال لاير بتاعه الدوماند كبسول بدات تبروفيت، فبدات تعمل حاجه خطها في الباثولوجي زمان اسمها كريسنت فورميشن. خدت حاجه اسمها كريسنت فورميشن. الكريسنت ده يا دكتور بتعمل اوبليتريشن للدوماند كبسول، وبالتالي بيتاد اون في الاكيوت رينال فيلير، بتدخل الطفل الاكيوت رينال فيلير. فده حتى احيانا يسموه رابيد لبروجريسيف جلوميرولونفرايتس او كريسنت جلوميرولونفرايتس، وده بيبقى دايجنوزابل كلينيكالي ودايجنوزابل بالرينال بايوبسي، بلاقي الكريسنت دي متكونه قدام عينيا. طبعا الطفل لو دخل في اكيوت رينال فيلير ما عادش في قصه اوليجوريا، ده ممكن يدخل في قصه انيوريا خالص. الهيدروجين لما يتركن يعمل اسيدوتيك بريسنج، رابيد اسيدوزس، رابيد اسيدوتيك بريسنج. اليوريا لو عليت او ممكن تعمل يوريميك انكفالو، بس عند اذر كلينيكال فيتشرز اوف اكيوت رينال فيلير ذات ويل بي ديسكاست ليتر اون ان شاء الله. ديفرنشال دايجنوستس اي كلام. الانفيجيشن عشان تشخص اكيوت رينال جلوميرولونفرايتس يو نيد اونلي يورين اناليسيس. واليورين اناليسيس في شويه حاجات ما تفرقش معايا، يعني حتى السؤال ده بتساله في الاورا يقول لك في اكيوت جلوميرولونفرايتس انت محتاج ايه من اليورين اناليسيس؟ اليورين اناليسيس يا جماعه يبقى فيه ايه؟ هيبقى لون البول سموكي او لون البول دارك كلر ديورين او هيماتوريا او او او. هل الكلام اللي انت بتشوفه بعينيك ده ووتر بروف؟ لا، ممكن يبقى الدارك كلر ديورين ده هيموجلوبينوريا، ممكن يبقى بيلوروبينوريا، ممكن يبقى اي حاجه ثانيه، لكن انا بحطها في الحسبان هتلاقيه سموكي او دارك كلر. رقم اثنين، كميه البول لو انت بتجمعها ل 24 ساعه يبقى في اوليجوريا، لكن خد بالك انت بتتعامل مع يورين سامبل، انت بتاخد عينه ما بتاخدش البول في ال 24 ساعه. فقصه الاوليجوريا دي هي قصه كلينيكال اكتر منها قصه هتبان في تحليل البول. يبقى الاوليجوريا هنا فقط لو انت بتاخد ايه 24 اور يورين. رقم 3، سبيسيفيك جرافيتي هتلاقيها عشان الخلايا اللي نزلت وشويه البروتين و و وكميه البول اللي بقى مركز، فتلاقي السبيسيفيك جرافيتي عالي، مش هتفرق معاك قوي. طب البروتينيوريا، في شويه بروتينز بتنزل بس غالبا بتكون قليله، ما بتوصلش للنفروتيك رينج، ما بتوصلش للدرجه انها تقلل الاوزموتيك بريشر بتاعه البلازما، فبرضه دي مش هتفرق معاك. اللي يفرق معاك بقى اخر حاجه اللي قدامك دي، انك انت تكتشف بالميكروسكوب اكزاميشن ان هناك زياده في الار بي سيز كونتنت اللي موجود في اليورين سامبل اللي قدامك. وعشان تفرق يا دكتور الار بي سيز اللي جايه نتيجه جلوميرولار بليدنج من الار بي سيز جايه مثلا نتيجه سيستايتس من تحت، الار بي سيز اللي نازلك من فوق من مسافه بعيده بتتميز بحاجتين. اولا جاي من مسافه بعيده وماشيه في حتت مزانق ودهاليز، فبتنزل ديستورتد او ديسمورفيك ار بي سيز. الار بي سيز اللي نازله لك تبقى ديستورتد او ديسمورفيك، يعني متكسره ومتدغدغه لانها جايه من مسافه بعيده. تاني حاجه البروتينات اللي بتبقى موجوده هنا كده وهي نازله في السكه يترشق على سطحها الار بي سيز، فبنزل لنا حاجه اسمها ار بي سيز كاست. يبقى اكتر حاجتين فاتوجنومونيك للجلوميرولار بليدنج حاجتين، ان الار بي سيز تبقى ديسمورف او ديفورمد او ديستورتد، تاني حاجه الار بي سيز كاست. يبقى لما يجي يسالك في الاورال يقول لك اهم حاجه في الاورال اناليسيس تقول له ايه؟ ديستورتد ديسمورفيك ار بي سيز وار بي سيز كاست. بس نقطه في الاستوب ده، بس الكلام ده مش للنظر، ده الكلام ده للايه؟ الحوار اللي بينه وبين ساعتها. طب لو انت عايز انت كده شخصت كود جلوميرولونفرايتس مش محتاج تعمل حاجه، لا انا بقى في وحده كده محترمه وعايز اعرف الايفكت بتاع الجلوميرولونفرايتس دي اخبارها ايه، مش هي ممكن تتاخد في رينال فيلير؟ شك يا اخي الحاجات دي، قيس اليوريا والكرياتينين، شوف وظيفه الكدني اخبارها ايه، قيس الهيدروجين ايون والبي اتش، قيس البوتاسيوم. مش ممكن الحاجات دي تبقى افكتيف والولد يكون بوردر لاين ممكن يدخل منك في رينال انفيرمنت او رينال فيلير؟ يفضل انك تقيس الحاجات دي. رينال فانكشن، الكترولايتس، الكلام ده كله لازم يتقاس. الانيميا دي اشطب عليها، هيمو دايلوشن ده كلام فاضي اصلا ما بيفرقش معايا. لحد كده يو كان تريت، بس قبل ما تعالج الام هتسالك سؤال مهم، تقول لك يا دكتور ابني عنده ايه؟ ابنك عنده التهاب على محافظه الكلى. هم بيسموه كده بالعربي التهاب محافظ الكلى اللي هي الجلوميرولونفرايتس. وضعه ايه بقى؟ يعني احكي لي كده حضرتك هيدخل في ايه؟ يعني ابني هيحتاج غسيل؟ هنشيله الكلى؟ محتاج زرع كلى؟ ولا وضعه ايه بالظبط؟ قلناها لا، ابنك ان شاء الله هيتحسن خلال ثلاث اربع اسابيع. عرفت ازاي؟ هتلاقي نفسك في السكه. قلناها طب معلش اذنك لحظه واحده بس، هكونسلت السينيور بتاعي. هو ازاي اعرف البروجنوزس بتاع حاله الاكيوت جلوميرولونفرايتس؟ دور على السبب. هناك اسباب من جلوميرولونفرايتس سيفلي والريزولف في اكثر من 95% اوف كيسز كومبليتلي وزاوت الجدول لو كانت بوست ستريبتوكوك. طب لو كانت حاجات تانية امراض اخرى، لا ده هنا بقى البروجنوزز جاردن. في حاجات معروف انها بتدخل فينا الفيلر، في حاجات بتعمل كذا، في حاجات يبقى عشان اكونفيرم يا جماعه واطمن الاهل واطمن نفسي ان الموضوع ده سيلف ليميتد، لازم تتاكد ان ده بوست ستريبتوكوك. انت شخصتها انها جلوميرولار فايت، لكن مطلوب منك حاجه، هل هي بوست ستريبتوكوك ولا نون بوست ستريبتوكوك؟ اعرف ازاي؟ اول حاجه يا جماعه بتبقى كونسيومد في الايمون كومبلكسز اللي موجوده في البيزمنت ميمبرين اللي هنا،
سي 3 بتاع الكومبلمنت، يقول لك قيس سي 3 بنقيسه عندنا. لو لقيت سي 3 قليل اطمن نسبيا بس مش بنسبه 100%. ليه؟ لان في كذا حاجه بتقلل السي 3 في الدم مع الجلوميرولونفرايتس. ان شاء الله لما نبقى نوصل لها اربع امراض بيعملوا هايبو كومبلمنتيميا مع الجلوميرولونفرايتس. البوست ستريبتوكوكال، مش بوست ستريبتوكوكال بس، ده البوست انفكشنز كلها. رقم 2 السيستميك لوبك، رقم 3 الممبرينو بروليفيرتيف، رقم 4 الكرونيك انفكشن. الاربعه دول يا جماعه بيعملوا جلوميرولونفرايتس وبيقللوا. حضراتكم عاملين تكتبوا، هم مكتوبين اصلا في الابروتش اللي بعد صفحتين في الابروتش بتاع الهيماتوري. في فرق بين انك انت تسمع، ولو في حاجه عايز تزودها انا هقول لك زودها. كل الكلام ده مكتوب في مكانه. يبقى اول حاجه من لانه بيبقى كونسيومد في الاميون كومبلكس هنا مع الانتيجين انتي بودي اميون كومبلكس، فالكومبلكس بيبقى قليل. اتاكد بقى انها بص ستريبتوكوكال، دور على الانتي بودي الانتي ستريبتولايشن او تتر، اعمل ثروت سواب اند كالشر، دور على الانتي ديوكس رايبو نيوكليز بي تتر. وخد بالك ان مش حالات البوست ستريبتوكوكال بيبقى معاها زياده في الانتي ستريبتولايشن او تتر. افتكر ان انا قلت لك ان بعد السكين انفكشن ممكن ما تلاقيش فيه زياده في الجدول الاولاني اللي احنا ديسكاست ات ليتر. طب لو ما لقيتش اي ايفيدنس انها بوست ستريبتوكوكال، ادخل اعمل رينال بايوبس بقى، خد عينه من الكلى وبص جايز يطلع برايمري رينال ديس اوردر اللي انا حكيت لكم عليهم في الاول، حاجات مالهاش سيستميك مانيفستيشن لكن برايمري بتافكت الكدني ممكن تطلع. طب امتى اعمل رينال بايوبسي؟ لو لقيت السكه ما هياش ماشيه مع البوست ستريبتوكوكال. في حالات ايه يا دكتور؟ مثلا يا اما اتيبيكال كورس يا اما اتيبيكال برزنتيشن، نو ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن موجود، او لو كان الولد ما عندوش هايبو كومبلمنتيميا، او لو كان عنده زياده جامده جدا في اليورين اوتبوت في البروتين اللي نازل بيعمل حاجه اسمها نيفروتيك نيفروزيس، لو واخد شكل نيفروتيك سندروم المورم وفي نفس الوقت بيجيب هيماتوريا، او لو كان في اكيوت رينال فيلير. دول الثلاثه انديكيشن اللي ممكن اضطر ان انا اخد فيهم عينه من الكبني. لكن يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه واطمنكم ان البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس از ا فيري جود بروجنوزس، البروجنوز بتاعها رائع 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 فوق ما تتخيلوا لو طلع فعلا بوست ستريبتوكوكال. زي ما انتم شايفين كل حاجه هتريزولف، الايديما الهايبرتنشن الكلام ده كله خلال الميجر كلينيكال فيتشرز خلال اسبوعين ثلاث اسابيع هتختفي. اليورين اناليسيس هيتحسن خلال شهر لشهرين غالبا. الاي اس ار والسي 3 هيتحسنوا خلال ثلاث شهور. الميكروسكوبك هيماتوريا مي لاست فور ييرز، ممكن تقعد لشهور الى سنه او سنتين. تلاقي الولد عمال يجيب ميكروسكوبك هيماتوريا، لكن في تحسن هايبرتنشن والرينال فانكشن وتحسن كل حاجه وما عادش في حاجه، يبقى الولد كده امبروف. ايه التريتمنت؟ ولا اسهل من كده، بي سي دي اي اف جي. يعني لو حطينا ايه بقت ايه بي سي دي اي اف جي. بي بيدرس على حسب ما هو محتاج، عنده هارت فيلر ريحه، عنده بلمونر ايديما ريحه. سي كورس اوف بنسلين انتي بايوتيك هيعمل ايه؟ الستريبتوكوكال نعمل لها ايراديكيشن. السؤال هنا هل الايراديكيشن بتاعت الستريبتوكوكاي كان ريموف ذا ريسك اوف جلوميرولونفرايتس اور نوت؟ السؤال اللي انا قلته في راوند الراوندات اللي زمان، هل في الروماتيك فيفر لو كان طفل جالي بستريبتوكوكال انفكشن وعالجته ايرلي ممكن اعمل ابورشن او ابورت الاتاك اللي جايه من الروماتيك فيفر ولا لا؟ الاجابه لو جاي لك عيان نون روماتيك فيفر وجاي لحضرتك بستريبتوكوكال انفكشن، وانس يو هاف بيرفورمد ايراديكيشن للبكتيريا انت كده ممكن تمنع الاتاك اللي جايه من الروماتيك فيفر، لكن في الستريبتوكوكال بص ستريبتوكوكال ونفرتس لا. علاجك هنا اهو بالبنسلين لطفل عنده نفروتوجينيك سترين والموت ريموف ذا ريسك اوف جلوميرولونفرايتس هيجي له برضه. طب ما انت بتدي له انتي بايوتيك ليه؟ تو بريفنت ذا كوميونيكابيلتي اوف ذا ديزيز، لان النفروتوجينيك سترينز دي لو اتنقلت لواحد تاني هتعمله جلوميرولونفرايتس. فهمتوا الفرق؟ يبقى في فرق خطير جدا. عشان كده يا جماعه البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس لما الطفل بيجي لي ما بدلوش بروفلاكتيك بنسلين، لكن في الروماتيك فيفر بدل بروفلاكتيك لونج اكتنج بنسلين. الانتي بايوتيك في الروماتيك فيفر هناك از بريفنت ذا فيرذر اتاكس، لكن هنا داز نوت بريفنت فيرذر اتاكس. نعم. ايه علاقه دي بدي؟ لا انا ما اتكلمش على القصه الجزئيه دي خالص. انا بتكلم انت بتدي انتي بايوتيك هنا ليه؟ عشان امنع السبريد بتاع النيكروتوجينيك سترينز ممكن يعدي حد تاني ويبهدل له الكدني بتاعته. لك طب هل لو بتدي انتي بايوتيك ده ممكن يمنع الاتاك انها تحصل؟ لا هتحصل، لان انت على ما بتكتشفي بيكون الانتيجين طلع والانتي بودي اتكون وخلاص القصه كلها خلصت. على ما بيظهر لك الانفكشن بيكون الانتي بودي طلع، بس هي ذا ماتر اوف تايم لحد ما الاميون كومبلكس يتكون ويبدا يترش. فلقوا ان انت لو عالجت بدري مش هتمنع الاتاك انها تحصل. رقم ثلاثه الدايت، سولت ريستريكشن
اي واحد عنده ضغط عالي او بيخزن ميه في جسمه تعمل له شولدر ريستريكشن. فلويد ريستريكشن لو واحد عنده اوليجوريا كميه البول اللي بيجيبها قليله يعني بيخزن ميه اي ميه يشربها يخزنها في جسمه. او انيوريا او رينال فيلير يبقى معنى كده ان اي ميه هياخدها تتخزن في جسمه ترفع الضغط وتعمل اديما صح. هنا لازم نعمل فلويد ريستريكشن. فلويد ريستريكشن ازاي؟ بنقول له انت حضرتك يوميا ما تاخدش غير كميه الميه اللي انا هحسبها لك، كميه الميه اللي انت بتخرجها في البول زائد كميه الميه اللي انت بتخرجها في الايه انسنسبل ووتر لوس اللي انت ما بتحسش بيها في النفس في العرق، بحيث ان الكدني مش قادره تخرج، انا بدي الكدني على قد ما هي بتخرج، هدي الكدني ميه على قد ما هي بتخرج، زائد الخروجات اللي ايه النون كدني لوسز الحاجات الثانيه اللي هي الانسنسبل ووتر لوس، ودي بتتحسب ولها معادله وبنحسبها. بندي كميه اليورين اوت بوت زائد الانسنسبل ووتر لوس طلعت مثلا 300 400 مللي، يبقى انت في اليوم كل ما تاخدش الا الايه افريج الكميه دي عشان ما تاخدش في ريسك الهايبربوليميا والهايبرتنشن والهارت فيلر والقصه دي. ما الجاش لان انا اعمل البوتاسيوم اند بروتين ريستريكشن الا اذا كان في اكيوت رينال فيلير، يبقى ده الدايت. اي اليفيتد بلاد بريشر مايلد تو مودريت عالجه بحاجات سمبل، اعمل له فلويد ريستريكشن، ادي فروسمايد بايوريتك. على فكره لازم لو هتدي بايوريتك يبقى فروسمايد، ما ينفعش تدي حاجه ثانيه، حاجات ثانيه ما تشتغلش على اللوجي اف ار اللي بيبقى موجود. ممكن تدي ايس انهبيتور وده كويس قوي بقى، يعني انك انت تعمل بلوك للايه للرين انجيوتنسين او الاسترون سيستم ده بالايس انهبيتور ده كويس قوي، بس كيرفولي وكوشس. ليه؟ لان الميكانيزم ده كان معمول ككومبنسيشن، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فانت لو ضربته في مقتل قوي ممكن انت تعمل ايه تفاير الكدن انت كمان، يعني تزود الرينال امبيرمنت وتزود الفاليا. فلو استخدمته استخدمه كيرفولي. ومن احسن الانتي هايبرتنسيف اللي انا بحبها الكالسيوم تشانل بلوكرز لانها رينو بروتكتيف. عندكم النفيدرين وفي دلوقتي الاملوديبين او الماديورا الحاجات اللي موجوده دلوقتي. سيفير هايبرتنشن بنستخدم الفروسيمايد، بنستخدم ادويه بارنترال صوديوم نيترو بروسايد انفيوجن، الهيدرالازين والدازوكسايد مش موجودين في مصر. الاثنين الاولين هم اللي بنستخدمهم. فيلرز لو كان في هارت فيلير ده نتيجه هايبر فوليميا واوفر لود عالج او نتيجه هايبرتنشن، لو كان نتيجه الهايبرتنشن عالج الهايبرتنشن هارت فيلر هيتحسن، لو نتيجه الهايبر فوليميا والاوفر لود اعمل الطفل ده دايوريسز فلويد ريستريكشن دايوريسز اند دايليسز خفيف عشان تشيل الميه الزياده وزقر وزود دايليسز. دايوريتكس فلويد ريستريكشن دايليسز. الاكيوت رينال فيلير له علاج طويل جدا ان شاء الله هناخده ليتر اون. الجي جو هوم او ديسشارج لو الدنيا بدات تتحسن مش بالضروره يكون بقى نورموتنسيف، لو هو كنترول على الميديكيشنز بتاعتك ممكن تخرجه، بس بروفايدد ان الدنيا الحاجات الميجرز تكون بدات تختفي. فوق 85% بتتحسن اوتوماتيك، اقل من 5% بيدخلوا في رابد بروسيف جرومينال فايتس او الكريسنتك، ودي بتبقى مشكله كبيره. ريكرنس از اكستريملي رير، ودي مهمه جدا لان الريكرنس اكستريملي رير معناها ان انا اي ام نوت ان نيد فور بروفلاكتيك بنسلم. المفروض ان انا كده خلصت، ده المفروض، لكن في موضوع عندكم في الكتاب اللي اسمه نص صفحه اسمه هيموليتيك يوريميك سندروم، هو نص صفحه هيموليتيك يوريميك سندروم، هو مش كبير زي ما انت شايف كده، ده هو عبيط اصلا، فناخده قبل ما نمشي. انا كنت عايز اديكم الهيماتوريا النهارده كمان، بس ايه لما تفهموا زياده ممكن يعمل لكم النفرولوجي ثلاث موضوعات في الاندوكرينولوجي ثلاث موضوعات في... هنا بقى انت ماشي بنظام الثلاثات، هنا جلوميرولر فايت نفروتوك سندروم الاكيوت رينال فايلر. في الاندوكرينولوجي في ثلاثه، في النيورولوجي في ثلاثه، انت كده ماشي بنظام الثلاثات. التسع موضوعات دول هيجي لك فيهم ثلاث اسئله. هيموليتيك كرونيك سندروم ده انا بحب اشرحه وبحب ان انا انبه عليه. ليه؟ لان كلنا ات ريسك للهيموليتيك كرونيك سندروم بالاكلات اللي انت بتاكلها في الشارع. لما تسمع الهيموليتيك كرونيك سندروم تفتكر الهمبرجر والسوسيس والكريب والبيتزا ومش عارف والشاورما والحبشتكنات، كل المصايب دي ممكن الاكلات اللي انا بقول لكم عليها دي ممكن تؤدي الى هيموليتيك كرونيك سندروم وفي اي ايدج بالمناسبه. ايه الهيموليتيك يوريميك سندروم؟ اسمها هيموليتيك يوريميك، يعني عيان عنده اكيوت هيموليسيس زائد رينال فيلير من الاسم. الهيموليسيس اللي بيحصل في هذا المرض بيبقى مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، يعني كمان بيعمل مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، مالتيبل ثرومباي بتتكون جوه المايكرو سيركوليشن، ها بتخبط في مين؟
بتخبط في الار بي سيز، الار بي سيز بتتكسر فيحصل اكيوت هيموليسيس. الثرومبايد لقوا انها بليتلت ثرومباي، فبيبقى معاها ثرومبوسايتو بينيا لانها كونسيومد في القصه دي. ثم الثرومبايد لو حصلت على مستوى الرينال سيركيوليشن تعمل اكيوت رينال فيل. الاسباب ايه يا جماعه؟ اشهر الاسباب اللي تعمل هيموليتيك يوريميك سندروم هو البلاد دايريا نتيجه شيجا توكسين او فيرو توكسين بروديوسنج ايكولاي او شيجيلا او كامبيلو باكتر. الايكولاي والشيجيلا والكامبيلو باكتر الثلاثه دول ممكن يطلعوا لحضرتك نوعين من التوكسين، يا اما شيجا توكسين يا اما فيرو توكسين. مش اي ايكولاي على فكره، ايكولاي لها سيرو تايبنج، ايكولاي او 157 اتش 7 دي اللي كانوا بيسموها زمان الانترو هيموراجيك ايكولاي او هيموليتيك يوريميك سندروم بريديوسنج ايكولاي. ده غير الايكولايات الثانيه، غير الباثوجينيك والانترو انفيسيف والانترو توكسوجينيك. ده الايكولاي الرابعه اللي اسمها انترو هيموراجيك ايكولاي، هي دي بتدخل في هيموليتيك يوريميك سندروم. ودي يعني ايه بالعبيط؟ جوه الهمبرجر. ترانسميتد فروم اندر كوكد ميت، اكتب جنبها بقى جمعه بتاع كريب وهمبرجر. كل ما اقابله اقول انا عامل لك سمعه زي الطين، ورغم السمعه زي الطين اللي بعملها له بلاقي العدد عنده بيزيد. والامبويلد ميلك، اللبن الغير المغلي. طبعا الامبويلد ميلك ده مش موجود، ما حدش تقريبا بياكل امبويلد، بيشرب امبويلد ميلك صح؟ ولا في حد بيشرب امبويلد ميلك؟ صح، برافو عليكم. كلكم اللي بياكلوا زبادي، الزبادي ده امبويلد ميلك على فكره يعني. Other least common causes the upper respiratory tract infection systemic lupus drugs familial. ده كلام عبيط، ركز على الاكيوت بلاد دايريه. ايه اللي بيحصل؟ التوكسنز بتطلع بتروح رايحه تعمل هيجان في التي لمفوسايتس، تروح مطلع بتزود تيومر نيكروز فاكتور انترلوكين 2، يروح يعمل يزود البروكو اجولانت من ناحيه عشان يعمل ثرومباي صغيره، والناحيه الثانيه بيزود الاكسجين فري راديكلز اللي بتعمل دامج للاندوثيليال سيلز، يبدا يترسب عليها بليتلت باي على مستوى الجسم، تعمل ماكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا اند ثرومبوسايتوبينيا، وعلى مستوى الكيد يعمل اوبليتريشن وبستراكشن ويعمل اكيوت رينال فيلر. كلينيكالي الكومن ايدج هو الايدج بتاع الاطفال الصغيرين. عشان كده يا جماعه انا شخصيا منع طفلي ان هو ياكل اي حاجه من المنتجات اللحوم دي انليس انها تبقى ادكوتلي كوكت تماما. ما فيش حاجه اسمها مأكولات من اللي انا بحكي لكم عليها اللي فيها الميت بالشكل ده ممكن اي طفل صغير ياكلها. يمكن احنا كانوا ريجستاند شويه، لكن هم طبعا كان نوت ريجستاند ات اول. معظم الاطفال يبقى عندهم بلاد دايريا لمده 3 4 ايام، بعد 5 ايام 10 ايام بيبدا يدخل في الترايات بتاع الهيموليتيك يوريميك سندروم، اكيوت هيموليسيس، اكيوت بالر، اللون بياض العينين بيبدا يتغير عشان الاكيوت هيموليسيس بقى فيه جوندس مع بيربريك رابشر نتيجه الثرومبوسايتوبينيا اللي حصلت. اكيوت رينال فيلير بالكلينيكال بيكتشر بتاعته اللي احنا ان شاء الله هناخدها ليتر اون، اولوجوريا انيوريا اسيدوتيك بريسنج هايبرتنسيف اسمها يوريميك انكيفالوباس عن سو اون، الكيميكال بيكتشر اللي جايه بتاعت الاكيوت رينال فيلير. ثم لون البول متغير، يا اما نتيجه التوريا، نتيجه الهيماتوريا الدامج اللي حصل في الرينال في الرينال كابيلاريز، او نتيجه الهيموجلوبينوريا نتيجه الاكيوت انترافاسكولار هيموليسيس. يبقى لون البول يبقى متغير نتيجه حاجه اثنين دول. على فكره الهيموليتيك بلوك سندروم اي ثينك انها ممكن تجيب لكم كيس، اعتقد لانها موجوده في كتاب الاسم برضه بنفس الطريقه كده. الانفستيجيشن انت بس دور على الثلاث حاجات دول، هيموليتيك يوريميك سندروم، يوريميك علامات الاكيوت رينال فيلر هناخدها ان شاء الله بعد كده، الكرياتينين عالي، اليوريا عاليه، في ميتابوليك اسيدوزيس، في الميتابوليك اسيدوزيس بتاع الهيدروجين اين زياده، الكربون دايوكسيد بيبقى وشت، والبي اتش بتبقى قليله، والبايكربونات بتبقى قليله لانها كونسيوم. مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا اللي خدناها قبل كده هتلاقي الار بي سي ديستورتد وديفورمد، فراجمنتد ار بي سي بيسموها هيلمت سيلز او شيستوسايتس، اتكلمنا عنها مره قبل كده. الهيموجلوبين بيبقى قليل، بيبقى في ريتيكولوسايتوزيس. وهنا خدوا بالكم علشان تفرقها برده من النيون هيموليتيك انيميا الكومبلكس دي بتبقى نيجاتيف. فور بليدنج هتلاقي في ثرومبوسايتوبينيا لكن الكواجوليشن بروفايل نورمال، ودي على فكره مهمه جدا لتفرقه هذا المرض من تايب سي. يعني ده بيدخل معاها من الديفرنشال دايجنوز بتاعها. الرين اناليسيس ممكن تلاقي هيموجلوبينوريا او هيماتوريا. الديفرنشال دايجنوز سيبك منه، اكتب سي ليتر، اشطب عليه كله اكتب سي ليتر. هو الديفرنشال دايجنوز بتاع الاكيوت رينال فيلير وبتاع الهيماتوريا اللي احنا ان شاء الله هناخدها المرات القادمه. ايه التريتمنت؟ مفيش فيه اي حاجه خالص. امنع الطفل بتاع حضرتك انه ياكل نون ايديكوتلي كوكد ان كوكد او نون ايديكوتلي كوكد ميت زي الهمبرجر وزي الشاورما وزي الحاجات دي، فيري امبورتنت على فكره. سبيشال همبرجر مكتوب في الكتب كده. تاني حاجه تعمل ايزوليشن للطفل، لان الميكروب اللي طالع ده ميكروب مش اي كلام،
الطفل ده لازم يتعزل لان ممكن يحصل كراش انفكشن لاي طفل تاني جنبه، وبالتالي لازم تعمل له ايزوليشن. على فكره بتلاقي في بره يقول لك ايه، ان مكتوب على القرص الهمبرجر كده درجه الحراره الداخليه لقرص الهمبرجر لازم توصل مش عارف لكام فهرنهايت، يعني ناس برضو دماغها فاهمين، وهم لما بيطبخوا الحاجات دي بره بيعملوها بطريقه معينه. على الرغم من كده لازم تعرف ان الهيموليتيك كروبيك سندروم از ليدنج كوز اوف اكيوت رينال فيلير ان ويسترن في الاطفال. اشهر سبب الاكيوت رينال فيلير عندنا هو الديهيدريشن، اشهر الاكيوت رينال فيلير ان ويسترن كانتريز هو الهيموليتيك كروبيك سندروم. ماشي، ذا كومنست كوز ان تشيلدرن بيدياتريك ايدج جروب الاكيوت رينال فيلير از هيموليتيك كروبيك سندروم، طبعا علشان المأكولات دي موجوده عندهم بايه؟ بوفره. كيوراتيف تريتمنت هو سيمتوماتيك تريتمنت، هتدي باك ده ار بي سي عشان الانيميا اللي موجوده لو الهيموجلوبين كان واقع، هندي نعالج الانترنت كلينال فيلر، ومعظم الحالات بتحتاج دايلسيس. وعلى فكره في مقوله شهيره بتقول هيموليتيك يوريميك سندروم ايكوال بلاك ترانسفيوجن اند دايلسيس، نقل دم زائد دايلسيس، وغالبا بنعمل الحاجات دي. هيبارين يوز از كونتروفيرشال، وهنا ما يفضلش استخدام الانتيبيوتيك على الرغم ان الولد بيجيب بلاد دايريا، ما يفضلش انك انت تستخدم ايكولاي سايدل او ايكولاي كيلنج انتيبيوتيك، لان لما تقتل الايكولاي هتطلع توكسينز كتيره، وبالتالي التوكسينز ماي اجريفيت ذا كونديشن، سو ات از نت بروسيس.